السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هحاول ارد على الاسئله اللي بعتها زياد العبد. السؤال بيقول ايه بقى؟ عندك رسمه زي دي، اذا كان فرق الجهد بين الاكس والواي 16 فولت، فعايز قيمه التيار ده اللي هو التيار الكلي قبل ما يتجزأ لاي واحد واي اتنين. طب هتعامل ازاي؟ ايه النقط دي؟ طبعا ما تخافش من النقط دي، هو بيحاول يخوفك. بطاريه جنبها مقاومه، ده فرع اهو وده فرع تاني، فمالكش دعوه بالنقط دي اللي هي متحوط على البطاريه والمقاومه. طيب هتعامل ازاي؟ هوصل هنا فولتميتر بين الاكس والواي، وهعمل سهم كده وهقول ان قراءته 16 فولت، ماشي. واجي على البطاريه دي اعمل سهم، واجي هنا كده اعمل مسار واسميه مسار واحد واقول يساوي. البطاريات في المستطيل ده كم بطاريه؟ هي التسعه واتجاهها معاك، ماشي. والسلكية اللي فوق فيها مقاومة نص وفيها تلاتة، يبقى تلاتة ونص ماشي فيهم اي واحد بس اتجاهه مش معاك، يبقى سالب تلاتة ونص اي واحد. سالب ليه؟ عشان سهمه مش معاك. طيب والسلكية اللي تحت دي كده على بعضها اي في ار بستاشر فولت وسهمها معاك، يبقى زائد ستاشر. طيب هجيب القيمة دي هنا تلاتة ونص اي واحد، واسيب ال 16 في مكانها واشيل منها التسعه، يعني اودي التسعه باشاره مخالفه. يبقى انت عندك 3.5 اي واحد بتساوي 16، شيل منها تسعه تبقى 7. طب اي واحد هتبقى 7 على 3.5 هيبقى 2 امبير. يبقى انا عرفت قيمه اي واحد 2 امبير. عارف لو انا قدرت احدد اي 2 بكام؟ هيبقى التيارين دول مجموعهم هم التيار اللي هو طالبه. طب اللي انا عملته في الجزء اللي فوق هعمله هنا. هاجي على البطاريه دي اعمل سهم من السالب للموجب وامشي كده جوه المستطيل في المسار ده، ولنفترض ونسميه 2 ونقول يساوي. البطاريه دي معاك فتتجاب بالموجب. طيب مفيش بطاريات تانيه. السلك ده في مقاومات؟ ايوه، الواحد والاربعه، واحد واربعه خمسه ماشي فيهم اي 2 بس اتجاهه مش معاك، يبقى سالب 5 اي 2. والسلكية دي قيمتها 16 على بعضها واتجاهها معاك، يبقى زائد 16. هجيب لي الناحية دي، يبقى 5 اي 2 بتساوي 16، شيل منها الستة تبقى 10، يبقى الاي 2 بتساوي 10 على 5 فيها ال 2 امبير، والتيار ده كمان 2 امبير. يبقى الاي توتال كانت كام؟ كانت 4 امبير، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون 4 امبير. السؤال الثاني بيقول لك احسب قيمة الفي باتري التي تجعل قراءة الأميتر بتساوي صفر. دي الرسمة الأصلية. تمام، عارف يعني إيه الأميتر ده يقرأ صفر؟ يعني السلك ده مش بيمر في تيار، وبالتالي أنا شلت السلك ده أصبح معايا بطارية المقاومة 2 3 6، يبقى التيار ماشي كده، تيار ماشي بالمنظر ده لأنه مش هيروح الناحية دي. طيب تمام، أنا أقدر كده أجيب التيار اللي ماشي في الأسلاك. هقول اي بتساوي الفي باتري اللي هي 11 على المقاومات اللي عندك كلهم توالي 2 و3 5 و6 11، يبقى فيها 1 امبير، يبقى التيار اللي ماشي كده قيمته 1 امبير. طيب هرجع للرسمه الاصليه عشان اشوف قراءه الفي باتري. رغم ان ده ما فيهوش تيار بس ما يمنعش ان انا استخدم كرشه في المسار ده. هاجي على البطاريه دي اعمل سهم من السالب للموجب، والبطاريه دي اعمل سهم من السالب للموجب، وامشي ولنفترض في هذا الاتجاه ونقول يساوي. البطارية دي معاك تتجاب الموجب، البطارية دي مش معاك تتجاب السالب. تمام، السلكية اللي فوق فيها مقاومة 2 ماشي فيها تيار قيمته 1 واتجاهه معاك، يبقى 2 في 1 ب2. والسلكية اللي تحت ما فيهاش تيار، يبقى انت هتجيب الفي باتري هنا عشان تتحول من السالب للموجب، وتسيب ال11 هنا مكانها وتودي لها سالب 2، يبقى عندك الفي باتري ب9 فولت. السؤال اللي بعده بيقول لك في الدائره المقابله اي الاختيارات التاليه يمثل علاقه صحيحه لفرق الجهد؟ طيب احنا عندنا الفرع اللي فوق في ايه؟ في بطاريه ده اتجاهها، وفي كمان مقاومه قيمتها 2 ار. طب والفرع السفلي في ايه؟ في بطاريه ليها نفس القيمه في باتري وبرده مقاومه قيمتها 2 ار. يعني الفرع ده زي الفرع ده بالظبط وليه كمان نفس فرق الجهد، يبقى التيار هنا هيبقى هو التيار هنا. التيارين دول هيمشوا كده وهيتجمعوا هنا، يبقى اسمهم 2 اي. تمام،
تعالوا نشوف، هو هنا مركز على الفي اكس واي. الفي اكس واي اهي، اقدر اقول الفي اكس واي بتساوي من هنا لحد هنا اي في 2 ار، اي في 2 ار. طيب والفي اكس زد، الفي اكس زد بتساوي اف ايه؟ هتساوي 2 اي في ار، الفي اكس زد. الله، طب ما ده هيبقى هو ده، مش دي 2 اي ار ودي 2 اي ار، يبقى في تساوي، يبقى الاختيار الصحيح هيكون الفي اكس واي بيساوي الفي اكس زد. السؤال اللي بعد كده عايز المقاومه المكافئه، نسبه بين المقاومه المكافئه بين كي وال مره ضعف البسط، وبعدين الكي والام. طيب تمام، لو بين الكي والال يبقى ده مدخل التيار وده مخرج التيار. تعالوا كده نشوف العقد اللي في الدايره دي اهي. هالرقم هنا واحد، هيبقى دي واحد، تمام. هيجي هنا اتنين، طيب الناحية دي تلاتة، ودي كده تلاتة، ده سلك فاضي تلاتة، ده سلك فاضي تلاتة، كده العقد كلها خدت أرقام، واحد اتنين تلاتة. بين واحد واتنين في تلاتة، وبين واحد وتلاتة في ستة، وبين اتنين وتلاتة في ستة، وبين اتنين وتلاتة في ستة كمان، ماشي. وبين تلاتة وتلاتة المقاومات دي هتتلغي، تتلغي. وبين واحد وتلاتة في ستة. طب أنا لغيت دول ليه؟ عشان بين تلاتة وتلاتة جهد النقطة دي شبه جهد النقطة دي، ولو لاحظت هتلاقي إيه اسم متوصلين على التوازي مع السلك ده. طيب تعالوا كده نخلصهم، ستة مع الستة على التوازي، وآخد واحدة على عددهم يبقى تلاتة، وجنبهم تلاتة يبقى ستة، يبقى هنا ستة وهنا ستة وهنا ستة. يبقى 6 على 3 فيها الاثنين، يبقى كده البسط باثنين. طيب لو كانت المقاومه بقى المكافئه بين الكي والام، ساعتها هنرقم ازاي؟ هنقول هنا 1 وهنا 2 وهنا 3، تمام. وهنا هنقول 3 وهنا 3، هنا هتبقى 4. طيب هيبقى 1 2 3 4، بين 1 و2 في 3، وبين اتنين وتلاتة في ستة، وبين واحد وتلاتة في ستة، وبين اتنين وتلاتة في ستة، وفي بين الواحد والتلاتة في ستة كمان، وهنا بين التلاتة والأربعة ستة، وبين التلاتة والأربعة ستة. هيبقى عندك هنا ستة مع الستة على التوازي تخلصهم تلاتة، تلاتة وتلاتة ستة، هنا ستة وستة وستة، يبقى تخلصهم اتنين، جنبهم بقى اتنين زائد ستة على اتنين فيها التلاتة هيبقى خمسة. يبقى انت عندك بقى النسبة هتبقى اتنين لخمسة.